الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية حذاء جلد النمر في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل جل عنا كل خير. رؤية حذاء جلد النمر في المنام دليل على الثراء الذي سيعيشه الشخص وحصوله على رزق وأموال كثيرة. إذا رأى شخصا جلد النمر عموما فذلك يعني أنه سيحقق مكاسب مادية متعددة وكبيرة في حياته، والله أعلم. رؤية الشخص أنه يرتدي حذاء من جلد النمر فهذا يدل أنه رزق كبير وكثير سيحصل عليه صاحب الرؤيا قريبا، والله أعلم. إذا رأت العزباء نمر أبيض في المنام فإن ذلك يدل أن فرحة كبيرة في طريقها للوصول إليها، والله أعلم. رؤية النمر الأبيض في منام الفتاة دليل على حدوث شيء مفرح في حياتها، سواء كان ذلك نجاحا أو زواجا، والله أعلم. أما إذا رأت العزباء أن النمر الأبيض يهجم على طفل فإن ذلك يدل على إمكانية تعرضها لشهادة زور وسيسبب أذى وكوارث لغيرها، والله أعلم. إذا رأى شخصا أنه يركب نمرا في حلمه فإن ذلك يعني أنه يتمتع بالقوة والعظمة، والله أعلم. رؤية ركوب النمر في الحلم دليل على المنزلة المرتفعة الذي سيصل إليها الرأي في حياته، والله أعلم. يدل حلم ركوب النمر أيضا على إمكانية قهر الأعداء والتغلب عليهم، كما أيضا تشير تلك الرؤية إلى نيل الرأي الجاه والسلطة حتى إن كان ذلك في محيط أهله فقط. إذا رأى شخصا أنه يقتل نمرا في حلمه فيشير ذلك أنه سينجو من عدو يلحق به في حياته، والله أعلم. كما يدل رؤية قتل النمر أن الرأي لديه أعداء يتربصون به ويريدون النيل منه، ويعني حلم قتل الشخص للنمر أن سعادة وفرحة عارمة ستدق بابه في وقت قريب، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الحامل في منامها نمرا فإن ذلك يشير أنها ستلد ذكر، كما يشير حلم تربية الحامل للنمر في البيت أنها سترزق السعادة والفرح، والله أعلم. ويدل حلم الحامل للنمر أيضا أنها ستعيش في رخاء وهناء مع زوجها وستكون أسرة سعيدة، والله أعلم. بينما إذا رأت الحامل أن نمرا يهاجمها فإن ذلك سيشير أن موعد ولادتها قد اقتربت، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا فإنها تشفع لصاحبها إذا دخل القبر، ولا تنسوا أيضا قراءة وردا يوميا من كتاب رب العالمين. يكفي أن ختمة القرآن الكريم يا أخوانا تساوي 3 مليون حسنة، وقراءة الجزء الواحد من القرآن يساوي 100 ألف حسنة، وقراءة الصفحتين أمام بعض الصفحتين بتوع وجهة المصحف بيساوي 5000 حسنة. يعني ما تفتح المصحف على أي صفحتين دول قراءتهم بتعدل 5000 حسنة، ولكن هذا كله في حالة واحدة فقط إذا تقبل الله عز وجل، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين. جعلني الله وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.